يكون واسع عند الشباب تحدي 50 مش عارف ايه الدكتور بشير على الموضوع. تقوم الحياه بشكل مشكله صحيه عامه، بعض الاحصائيات بتقول انه وزاره سرطان حياه عند الرجال من واحد عند النساء، بفرنسا عندنا 36,000 حياه، 36,000 اصابه سنويا، بامريكا 140,000 اصابه سنويا. الحياه مثل ما تفضل تفضل سابقا انه تزداد خطوره مع التقدم العمري. حاليا فيها تقريبا شبه ثابته رغم من التشخيص المتكرر. السبب انه الحياه وفيات شبه ثابته انه صار في عندنا تمييز للمرضى عن الخطوره، تحسن برامج المسح خاصه اختبار الدي ان اي بالبراز، المعرفه بتطور المرض، انخفاض نسبه المرضى والوفيات بعد العمل الجراحي، تحسن العلاج الكيميائي وكافه اشكال المعالجات الاخرى. معدل الحياه الوسطيه تقريبا 60% لكل المراحل. حتى وصلنا للمرحله الجراحه اللي نحن الحقيقه فيها، الحقيقه حطيت شوي لمحه تاريخيه، حطيت لمحه تاريخيه عن تطور جراحة الكولونات. بلشت الحالة في القرن الثامن عشر عام 1732 حقيقة أول إجراء استئصال كولون بسبب خطأ مختنق. 1739 أول استئصال ناجح للمستقيم. 1770 إجراء كولوستومي عن طفل حي بين قوسين عند انعدام شاج. 1776 الحقيقة الفرنسي أول استئصال أعور عن مريض لديه ورم الأعور لكن انتفض بسبب ثاني. إجراء الكولوستومي خلال 50 سنة التالية كانت غير ناجحة بسبب النسب العالية من الأنتان والوفاة. 1833 الحقيقة كانت الثورة الأولى جراحة الكولونات، حقيقة تم إجراء استئصال ورم سيني بخطوة واحدة مع إجراء مفاضلة على طبقتين، وكانت حقيقة ثورة بالنسبة لجراحة الكولونات. 1839 تم استئصال ورم مستقيم طبعا بالتخدير الموضعي. 1880 صار استئصال ورم سين كمان مع الكولون واجراء خياطه اوليه مباشره كمان كانت خطوه الحياه كثير رائعه. 1892 اجراء ابي ار حقيقه او بين قوسين كولسترو. 1914 حقيقه تحدثوا عن شيء اسمه الابي ار بشكل الحالي اللي نعرفه. 1923 حقيقه كانت الثوره الثانيه الحقيقه بجراحه الكولونات اللي هي بسميها عمليه بيرغمان. هلا بنشوف صوره لها اللي هي الحقيقه نقطع الكولون نطلع النهايه القريبه بنحط الكولوستومي من النهايه البعيده الحقيقه بزرعه بالبطن ونساوي عمليه بالمرحله الثانيه. 1991 طبعا الحقيقه جاك روبس هو اول من نشر اول تقرير عن استئصال الكولونات بالجراحه التنظيريه. 2002 الحقيقه ويبر حقيقه نشر اول تقرير عن استئصال كولون بالروبوت. مثل ما شايفين الحقيقه تطور الكولونات هي الحقيقه عمليه هارتمان، فهي عمليه هارتمان هي القطعه القريبه بتطلع على الكولوستومي وهي القطعه البعيده بنزرعها بنخليها داخل البطن بنداخل عليها بمرحله ثانيه. القرن التاسع عشر شو اللي خلى جراحة الكولونات تتطور الحقيقة؟ اللي خلى جراحة الكولونات تتطور مجموعة من الأمور. أول موضوع الحقيقة بتطور الجراحة، الجراحة هي كل تحت الحقيقة الجراحة هو حقيقة بين قوسين اكتشاف التخدير. أول شيء كان اكتشاف التخدير هو الحقيقة الأساس بهالموضوع. أول ما اكتشف طبيب أسنان اللي طور التخدير من 1800 لـ 1881 اكتشاف التعقيم والتطهير كان له دور أكبر كمان لتطور الجراحة. والشغلة الثالثة الحقيقة اللي صارت هو تطور المنتظرات بالجراحة بحد نفسها. بالإضافة لهالشيء الحقيقة تطبيق نقل الدم، اكتشاف البنسلين وما تلوه من اكتشاف الصاقات الحديثة بكافية أشكالها، بالإضافة لهالشيء الحقيقة تطور الحقيقة الخبرة في العناية الجراحية الحقيقة، العناية تطور العناية ساهم كلياتهم هدول ساهموا الحقيقة بتطور الجراحة، كلياتهم هدول الحقيقة من الأول بالنهاية إنه نحن الغاية بالنهاية هي الفائدة للمريض هي الغاية منها إنقاص المرضى وبالتالي إنقاص الوفيات. بالقرن الحقيقة التاسع عشر الحياة بفرنسا الحقيقة كانت تعتمد على قواعد تعليم الأناتوم والكلينيك. الحقيقة وضعوا القواعد الجراحية جراحية كلينا. أول ما كانت تعالج الأورام حين ما كانت تعالج جراحية لما كانت تعالج العلاج موضعي إما بالتوسيع أو بالتخسير أو بالحرق. الحل الجراحي طبعا الحل الاساسي مثل ما تفضل الكل طبعا الحل الاساسي للاورام هو الجراحه. فالجراحه مبادئ الجراحيه تعتمد على اول شيء طبعا استئصال كامل البطن، ملاحظه في نقاء الكبديه او الكتوانيه غير مكتشفه بالاستئصالات السابقه اذا كان في ارتشاء موضعي او ارتشاء بالجوار. الاساس في الموضوع هو استئصال القطع المصابه طبعا بشروط حسب منطقه الاورام، تجريف العقاد، ربط الاوعيه بالاضافه للنوتاش واعاده الوسط. مثل ما بنقول عم نرجع لأول مثل ما قلنا أول شيء حقيقة بالنهاية هو نحن فهمنا الحقيقة المريض،
الكل لازم يتعامل، الجراح والمخدر والطبيب المعالج، التمريض، المعالج الفيزيائي وطبيب التغذية، كلنا لازم نتعامل من أجل الغاية بالموضوع. عوامل الخطورة طبعاً حد حكى عنها، ما حنا عندنا كليتها الحقيقة أكثر هي أكثر شيء حياة كبار السن، أمريكيين، حياة أصل أفريقي، إذا المريض عنده قصة سرطان كولون أو مستقيم أو قصة عائلية أو أمراض التهابية، والمتلازمات الموروثية هي الخلفاء ومتلازمة لنش. بالإضافة الحقيقة للستاج، الستاج هو دور كبير الحقيقة بالنسبة للإنذار أو السرفايفل تبع المريض، كثير بيفرق الحالة الإنذار ما بين الستاج 0 والستاج 4. إذا بالنهاية حكينا بالنهاية شو الغاية من العلاج، كافة العلاجات عم نعتمدها في الليلة، الغاية من العلاج هي الحقيقة إنقاص المرضى وإنقاص فترة النقاهة والوقاية من النقص الموضعي والنقاء البعيدي. إجمالا حاليا يقال أن الحقيقة يحصل الشفاء في 9 من 10 حالات في حال التشخيص المبكر. الإجراءات الجراحية طبعا هي الحقيقة حسب موضع الورم، تحسب موضع الورم الحقيقة إما استئصال بولك لحاله، استئصال بولك لحاله، استئصال الورم عبر المستقيم، ممكن العلاج يعتمد على فتح جراحي أو تنظير أو تنظير مشترك الحقيقة. شو المقصود بالتنظير المشترك ما بين جراحة تنظيرية جراحة تقليدية؟ إنه الحقيقة بالنهاية نحن بعد ما سايبين أي مداخل الجراحة التنظيرية بالنهاية بدنا نساوي شق صغير مثل ما شايفين، نساوي شق صغير مشان نطلع الحقيقة الورم أو القطعة اللي استأصلناها. فلا، من بداية عمل جراحي الجراح بدخل إيده بيساوي الشق هذا وبدخل إيده بيستعمله محل هذا الفروكار عم نحطه وبكمل العمل الجراحي. العمليات الحقيقة مثل ما شايفين حسب موقع الورم الحقيقة بنساوي العلاج. من ضمن المآفات الحقيقة، من ضمن الطرق العلاجية الحقيقة دكتور بشر ما يعني ما أعرج عليها شوي الحقيقة، خصوصا إني أكثر من الناحية ونسميها تسليخ تحت المخاطية الآفات التي تتجاوز 1 ملم، طبعا باستخدام الإيكو أندو، وهي حقيقة شافية، الإجراء شافي بنسبة تقريبا 85% شافي وكافي بنسبة 85% من الحالات. مثل ما شايفين هذا ورم كولون الأيمن، القاعدة الأساسية مثل ما حكينا استئصال القطعة المصابة، هو بيعتمد على منطقة الورم، والشيء المهم الحقيقة دائما استئصال التروية تبعها بالإضافة إلى يعني بنسميه تجريف العقد، تجريف العقد بيتعلق حسب المستوى طبعا حسب الستيج تبع الورم، بيبدأ من العقد اللي جنب الورم وحتى منشأ الشريان المرومي للقطعة المصابة، هذا في الأيمن وهذا مثل ما شايفين بالأيسر. وهي إعادة طبعاً إعادة وصل بعد استئصال الورم. مثل ما شايفين هذا المنظر اللي حكينا، هذا المنظر الحقيقة منظر بالجراحة المفتوحة عم نطلع الورم لبرا ونستأصله بليته برا، وهذا المنظر بالتنظير مثل ما شايفين بالتنظير عم يشتغل الأدوات بليته جوا. هذا الفرق ما بين الشق الجراحي بالجراحة المفتوحة وهي الشقوق الجراحية الصغيرة ما بين بالجراحة التنظيرية واللي حكينا نسميها لاند أسيست، لأنه بنساوي بالنهاية شق صغير مشان نطلع القطعة يلي استأصلناها. بالإضافة إلى شيء الحقيقة في عنا الحقيقة بين قوسين معالجات التمميم المعالجة الكيماوية، الحقيقة بتضل عليها شعر استفهام، يا ترى في فائدة من المعالجة من الكيماوية أثناء العمل الجراحي، نحط نستخدم مواد كيماوية بداخل البريتوان أثناء العمل الجراحي ولا لا؟ هي الحقيقة بتم الجواب للدكتور حسن بيترجعنا على الموضوع، لأنه كثير عليها الحقيقة مناقشة إنه المعالجة الكيماوية أثناء العمل الجراحي أثناء الفتح. والشيء الثاني هي استعمال الأشعة كمان بنفس الوقت في بعض الحالات بيقولوا لا ممكن نسلط الأشعة على الحرفات البطن، نسلط الأشعة على منطقة الورم للبقاية من النقص الموضعي. مثل ما شايفين كمان من طرق المعالجة الحقيقة اللي ممكن احنا نستفيد منها، من طرق المعالجة الحقيقية اللي بنسميها الراديو فريكونسي. الراديو فريكونسي مثل ما شايفين الحقيقة عندنا نقيلة كبيرة بحجم كبير كبير، بيطبق عليها الراديو فريكونسي، طبقنا على الراديو فريكونسي بالنهاية تقريبا ما بقي شيء. من الطرق الحقيقة المعالجة الكيميائية عبر وريد الباب، الحقيقة أثناء فتح العمل الجراحي نتبصر عبر وريد الباب وممكن نساوي معالجة كيميائية للنقاء الكبدي. هذا الحقيقة تصنيف الـNCCN بأورام مستقيم الحقيقة، ما حفوت عليه بليده بالتفصيل مشان الوقت، مثل ما شايفين بالنهاية نحن الحقيقة، بالنهاية المهم الحقيقة بالنهاية هو الاستئصال، بالنهاية المطاف الحقيقة بعد كل الإجراءات هو الحقيقة تنتهي بالنهاية بليده باستئصال الورم مع إجراء التجريف العقاد ورؤوس الشريان، كلها يكون الحقيقة بالنهاية في مكان تكون
التشخيص شو كان بالمعظم الحياة، إلا بعض الحالات أوران مستقيم الحياة، أوران مستقيم يكون استئصال موضعي ممكن تساب الحياة يؤدربان، وبعدين بالمرحلة الثانية ممكن تسابي علاج العلاج الجراحي. بالعلاج بالتنظير الداخلي القصة الداخلية أكثر برجع بالنهاية الحقيقة هو الاستئصال الجراحي هو الأساس والأساس بمعالجة أورام الكولونات. مثل ما شايفين نرجع نقول نفس القصة دائما، إنه العلاج الجراحي هو المعيار الذهبي بالعلاج الأساسي لأورام الكولون والانتقالات. تقسم قد تكون العلاج طبعا قد يكون علاج شافي وقد يكون تلطيفي حسب الحالة، إذا جانا عم يجي مريض بانسداد بحالة انسداد ولا بجاي بحالة نزف بتتعلق الحالة بالموضوع. وبالنهاية هو نفس المبادئ الحقيقة الاستئصال مع تجريب. مثل ما شايفين الحقيقة هذا المنظر الحقيقة اللي بهمنا فيه الحقيقة، نجاح العمل الجراحي يعتمد الحقيقة بشكل أساسي على استئصال الأورام المصابة زائد التجريح العقد، كان لي واحد أو لي اثنين أو لي ثلاثة حسب الحقيقة الحالة. مثل ما قالوا الحقيقة بالنهاية الحقيقة مثل ما قلنا إنه بالستيج واحد الحقيقة الإنذار دائما بيتم أفضل بكثير بنسبة الحقيقة الحياة خمس سنوات قريبة 98-99% بينما تنخفض بالحقيقة بالباقي الحالات إلى 70%. بالنهاية بنقول إنه التشخيص المبكر هو الأساس بالإنذار.